تحتفل هيئة قناة السويس اليوم بالذكرى 68 لتأميم القناة، تلك الذكرى التي أعلن فيها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بميدان المنشية في محافظة الأسكندرية عن قراره بتأميم قناة السويس في عام 1956. ويعد هذا القرار الذي ساهم في الحفاظ على مقدرات الشعب المصري بمثابة نقطة تحول في تاريخ العالم وعلى مستوى الوطن العربي. حينما يتعلق الأمر بالسيادة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب، فلا سبيل سوى الدفاع عنها بكل الطرق الممكنة، ولمصر تاريخ عظيم في الدفاع عن مصالحها بما يحفظ كرامتها أمام العالم أجمع. في أواخر عام 1955 جرت مباحثات بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير أسفرت عن اتفاق مبدئي على تخصيص قرض لمصر بمبلغ 200 مليون دولار لإنشاء السد العالي، كما أبدت حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا استعدادهما لتقديم دعم بقيمة 70 مليون دولار للمساهمة في تنفيذ المشروع قبل أن تعلن واشنطن ولندن في 19 من يوليو عام 1956 سحب عرض التمويل. وبعد علمه بالقرار الأمريكي كان للزعيم الراحل جمال عبد الناصر موقف تاريخي حاسم تجسد في قراره بتأميم قناة السويس ردا على قرار سحب تمويل بناء السد العالي. قرار التأميم أحد أخطر القرارات السياسية التي اتخذت، وكانت بمثابة نقطة تحول في تاريخ العالم وعلى مستوى الوطن العربي. فقد حرص الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على تحقيق السرية التامة حتى الإعلان رسميا عن قرار التأميم الذي لا تنبع خطورته من توقيت اتخاذه فقط، وإنما من الصمود في تحمل ومواجهة ردود أفعاله. في 26 من يوليو عام 1956 خلال الاحتفال السنوي بمدينة الإسكندرية بذكرى خروج الملك فاروق من مصر، أعلنت مصر تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. رئيس الجمهورية مادة 1 تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات. قرار التأميم أنهى احتكارا من الشركة المنظمة لعمل القناة منذ إتمام حفرها في عام 1869، ولم تحصل مصر الملك الشرعي للقناة إلا على مبالغ ضئيلة من إيراداتها التي بلغت 34 مليون جنيه استرليني عام 1955، وكانت حصة مصر مليونا واحدا فقط. القرار الوطني بتأميم قناة السويس جاء بهدف استعادة حق مصر في إدارة أصولها وحفظ مقدرات ومصالح شعبها، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية وكل الاتفاقيات الخاصة بحرية الملاحة في القناة.